إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن قضية الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، وإن شئت فقل الولى والبراء، قد أصبحت من القضايا المهملة في حساب كثير من المنتسبين إلى الإسلام في عصرنا الحاضر، شحاً في الدنيا وطمعاً بالعرض الثاني، أو ظناً منهم أن تلك القضية ليست من القضايا أو ليست من قضايا العقيدة والعبادة. لذلك وضع كثير منهم أيديهم بأيدي الكفار ومنحوهم غاية الحب والمودة والمناصرة، ودافعوا عنهم بأموالهم وألسنتهم في الوقت الذي خذلوا فيه أهل الإسلام وأذاقوهم ألواناً من العذاب. ولذلك فإن حاجة المسلمين اليوم إلى أن يعودوا لرشدهم وأن يحققوا الموالاة بينهم والمعاداة مع أعدائهم أكثر منها من قبل، حيث تداعت عليهم قوى الكفر والظلم والطغيان من كل حدب وصوب، وتنادى الجميع للقضاء على هذا الدين بوسائلهم المختلفة تحت غطاء حرب الإرهاب أو التطرف والغلو. ولن يقف في وجه هذا التحالف الصليبي المتواطن مع المرتدين والمنافقين ورعاع البشر من سفهاء المسلمين سوى تلاحم المسلمين واتحادهم وتناصرهم على ما جاء في محكم التنزيل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وجاء في الصحيحين وغيرهما من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية عند مسلم في صحيحه: المسلمون كرجل واحد، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحيث إن هذا الموضوع كبير القدر عظيم الأمر ويحتاج إلى دروس كثيرة ومحاضرات متعددة، وواقع المسلمين ملح ببيان هذا الأمر وتجليته والصدع به في دنيا الواقع، وفي نفس الوقت يتعذر الحديث عن كل مسائل هذا الباب، فإنني في هذه الجلسة وهذا اللقاء القصير أشير إلى أصول مهمة في هذا الباب وكلمات ضرورة المعرفة. فإن هذا الباب متعلق بالتوحيد وهو من أهم أبوابه، وقد قال بعض العلماء: ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. وقد خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل لعبادته وتوحيده. قال تعالى: وما خلقت الجن
والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس وطائفة من المفسرين إلا ليوحدون، وقال جماعة إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم الأوامر والأمر بالتوحيد، وأعظم النواهي هو النهي عن الشرك. ولهذا كان أول أمر في القرآن على حسب ترتيب السور هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن على حسب ترتيب السور في المصحف المعروف هو النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة كانت تعيش في جاهلية وضلالة عمياء، الشرك دينها والأوثان أربابها وسادتها، فجاءهم بالتوحيد الخالص ونهاهم عن الشرك بأنواعه وأجناسه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان النحوي عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال حدثني شيخ من بني مالك ابن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا سنده صحيح. وهذه الكلمة هي التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وضريب، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإسلام، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك أذى كثيرا، فصبر وصابر حتى أتم الله نوره ونصر عبده وهزم عدوه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث ما بين يوم وليلة، وما لي ولعيال طعام إلا ما يواري إبط بلال. وحين عرف الصحابة رضي الله عنهم الجاهلية ثم عرفوا الإسلام خرجوا نتيجة للتربية القرآنية والعناية النبوية، وهم أعظم جيل عرفه التاريخ. وكان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية، وانتقل من عالم مظلم وتصور قاصر ومفاهيم كليلة وعبودية للشجر والحجر والعبيد إلى حياة الرحبة فسيحة إلى عبودية الله والانقياد لأمره ونهيه. إن سر النجاح وسر تلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة التي مزقت كل رابطة وأهدرت كل وشيجة إلا وشيجة العقيدة، رابطة الحب في الله، رابطة المؤاخاة الإيمانية التي يتهاوى دونها كل لون أو لغة أو عرف أو تراب أو إقليم أو حرفة أو جنس. إن رابطة الإسلام تغنينا عن جميع الروابط الجاهلية. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فمن أجل ذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأخوة في الله هي الأساس والرابطة التي جمع عليها أفئدة أصحابه، حيث إن العقيدة الإسلامية التي جاء بها من عند الله تضع الناس كلهم
في مقام العبودية لله دون أي اعتبار لفارق اللون أو الوطن أو النسب أو غير ذلك من الفوارق القائمة في المجتمعات الجاهلية. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن أي الرائحة الكريهة وعبية أي العصبية. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده جيد والذي قبله يتقوى به. وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن التآخي في الله ليس مجرد شعار في كلمة يجرونها على ألسنتهم وتتناقلها أفواههم وإنما هو حقيقة عملية يتصل بواقع الحياة وبكل أوجه العلاقات القائمة من تعاون وتناصر وتناصح وإثار ومحبة. والأدلة على هذا كثيرة والأمثلة متعددة. قال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان أحدهم يشق إزاره لأخيه مناصفة بينهما. وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا يزيد أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 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 المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة لقد كفونا المهنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. ورواته ثقات. وإن من لوازم الإيمان بالله الحب بالله والحب في الله يورث الموالاة والمناصرة وهذا فرض على كل مسلم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ويجب عليه القيام بحقه وحفظه بحضرته وغيبته. وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصرة المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. هذا الحديث متفق على صحته. وهذه الأمور من أسباب تحقيق الموالاة في الله وتقوية أواصر المحبة بين المسلمين. فالبدار البدار في تطبيقها في واقع الحياة. ومن جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويواري في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواريه وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. وليعلم أن المؤمن تجب موالاته، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن تقسيم الناس في باب الحب والبغض والولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام. الأول من يحب جملة، وهو من آمن بالله ورسله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما وعملا، وأخلص أعماله لله تعالى، وانقاد لأوامره، وانتهى عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب في الله وأبغض في الله، وقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان. وأولى الناس بذلك بعد الرسل والأنبياء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير متبوع، وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان. ولم يعرف التاريخ البشري منذ بدايته تاريخا أعظم من تاريخهم، ولا رجالا دون الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع. وحين ظن غيرهم بالنفس والمال واستثقلوا مفارقة الأهل والولدان، استرخصوها في إقامة الدين وتمكين الأمم والشعوب من العيش في أمن ورغد تحت حكم الإسلام، فلا كان ولا يكون مثلهم، فهم غيظ العداء وأهل الولى والبراء وأنصار الدين ووزراء رسول رب العالمين. وإن من الأمور الضرورية والأصول المقررة في الإسلام حبهم واعتقاد فضيلتهم وصدقهم والترحم على صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وصيانة أعراضهم وحرماتهم، ومناصرتهم من ألسنة المجرمين وأقلام الحاقدين. ويلي هؤلاء بالولاء والنصرة والمحبة أهل العلم من أهل السنة العاملون بعلمهم المتقون لربهم، وهؤلاء ورثة الأنبياء وأئمة الدين والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وليس معنى هذا عصمتهم أو تقليدهم مطلقا، كلا، فهم بشر يخطئون ويصيبون
ولكن يجب إحسان الظن بهم والتماس الأعذار لهم دون إهدار للنصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك. ومن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف ما خالف النص فإنه لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك. ومن جميل الشعر في هذا الباب وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نقص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من يحب من وجه ويبغض من وجه. وهذا المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهذا يحب ويوالى على ما معه من الإيمان ويبغض ويعادى على قدر معصيته أو بدعته. وهذا الصنف لا تجوز محبته مطلقا ولا معاداته وبغضه مطلقا. وكثير من الناس يخلط بين هذا وبين مجالسة أهل البدع والفسق والدعاة إلى ذلك ومخالطتهم دون الإنكار عليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجب عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي. وقيل يجب هجره مطلقا وقيل بالتفريق بين طالب العلم الذي يعلم من نفسه أنه لا يتأثر ولا يلبس الحق بالباطل وينكر وبين العام الذي لا يفرق بين الحق والباطل. وقيل يراعى في ذلك المصالح وتدرأ المفاسد ويفرق بين شخص وآخر. الثالث من يبغض جملة ويعادى مطلقة وهو الكافر الأصلي أو المرتد بعد ثبوت البينة الشرعية والأدلة اليقينية على المدعى عليه كأن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو يثبت عليه دعاء غير الله أو الذبح والنذر لغير الله أو يترك الصلاة بالكلية وذلك في أصح قولي العلماء وهو إجماع من الصحابة أو يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تبا صريحا أو يلغي المصحف في القاذورات عادنا الله وإياكم من ذلك أو يجحد أسماء الله وصفاته أو يستهزئ بالدين استهزاء صريحا. قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو يحكم بالأنظمة الكفرية أو يفرضها على الناس أو يدعي علم الغيب أو يتعاطى السحر فهؤلاء كلهم محادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتجب البراءة منهم. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون. وليس من موالاة الكفار التعامل معهم في البيع والشراء والاقتراض، فالحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز البيع والابتياع منهم، ويراعى في ذلك الشروط الشرعية في البيع والشراء وإباحة السلعة ونحو ذلك، وبشرط ألا يبيع عليهم شيئا يستعينون به على حرب المسلمين، ولا سيما في وقت الحرب، فلا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. وفي هذا الباب تفاصيل يطول ذكرها، والمقصود الإشارة إلى كليات المسائل، والتفاصيل لها موضع آخر. وفي مسألة مهمة يحتاج إليها الإخوة المستمعون حيث يعيشون في دول الغرب، وهي حكم العمل لدى الكفار. منع من ذلك طائفة من العلماء لما فيه من إذلال المسلم وإهانة الله تحت يد الكافر، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، وقال به طائفة من فقهاء الشافعية. والقول الثاني أنه لا بأس بالعمل عند الكفار، وذلك بشرطين: الأول أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، الثاني ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وهذا هو الصواب، غير أن الأفضل أن يستقل المسلم بنفسه أو يعمل عند مسلم ويدع العمل عند الكفرة. ومثل ذلك مشاركتهم في التجارة ومضاربتهم، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني، قال يشاركهم، أي لا مانع من ذلك، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. وإذا وثق من صاحبه أنه لا يتعامل بالربا في هذه التجارة المشتركة فلا حرج من مشاركته، كما تقدم أيضا أنه لا حرج من العمل عنده بالشرطين السابقين. وهذا الكلام يدفعنا إلى الحديث عن حكم إقامة المسلم في ديار الغرب والكفر، وهذا الحكم يختلف من شخص إلى آخر، ويختلف باختلاف النيات والمقاصد. فالذي يسافر إلى ديار الكفر بقصد الدعوة إلى الله وتعلم ما هو وسيلة إلى مرضات الله وخذلان أعدائه فهذا مشروع، وأدلة هذا كثيرة. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وكانت ديار كفر وشرك، وذلك بغرض دعوتهم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالرسل والعلماء والمصلحين إلى بلاد الكفار لدعوتهم، وهذا أمر متواتر لا يكابر فيه أحد. وقد اشترط العلماء في هؤلاء الذين يذهبون لديار الكفار للدعوة أو تعلم ما في مصلحة للإسلام والمسلمين أن يكونوا عارفين لدينهم بأدلته الشرعية، متمسكين بعقيدتهم، مأمونا عليهم في ظاهر حالهم من الوقوع في الفتنة، وأن يكون القصد من السفر هو إظهار دين الله والدعوة إليه. هذا القسم الأول من أقسام الإقامة في ديار الكفار. القسم الثاني: من كانت إقامته في بلاد الكفار بقصد التجارة أو العلاج فهذا مباح، بشرط أن يكون عارفا للواجب معرفته في التعامل مع الكفار وما يجوز من ذلك وما يمتنع. القسم الثالث: من سافر وأقام في ديار الكفر وهو جاهل بدينه أو عالم لكنه يخاف الفتنة على نفسه أو لا يستطيع إظهار دينه وتأدية شعائر الإسلام من الواجبات وترك المحرمات فهذا عاص لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع:
المكره على البقاء في ديار الكفر، وهم أعداد غير قليلة في عصرنا هذا، حيث لا يستطيعون للخروج حيلة، ولا يهتدون سبيلا، ولو خرجوا من دار الكفر لما وجدوا دار إسلام تؤويهم أو تدافع عنهم. وهؤلاء مستضعفون معذورون، وقد جاءت الأدلة بعذرهم، وهؤلاء يجب علينا مناصرتهم ومساعدتهم وتسهيل مهمتهم، وهم يجب عليهم تطبيق الشرع بقدر الإمكان، ويجب عليهم عداوة الكفار وبغضهم. القسم الخامس: من أقام بديار الكفر وأظهر لهم الموافقة على دينهم ومدح ما هم عليه من الكفر وسب الإسلام دون إكراه، فهذا مرتد عن الدين، سواء حمله على ذلك الطمع في الرئاسة أو غير ذلك. ولا يقبل قوله ولا دعواه أكرههم باطنا، لأنه لم يكره على الظاهر. وقد قال تعالى: ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يحملهم على الكفر بغض الدين ولا محبة الباطل وأهله، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين فكفروا بذلك. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين أو اليهود والنصارى في اجتماعاتهم ويظهر لهم النصرة بحيث يعده الكفار واحدا منهم فهو كافر مثلهم وإن زعم أنه مسلم. وهذا يستدعي الحديث عن حكم مظاهرة الكفار على المسلمين، فقد قام في هذا العصر الغريب كثير من المفتونين بتبرير مواقف الحكومات في مظاهرة أمريكا على المسلمين في أفغانستان، وقد أصبح هؤلاء خصماء لأهل الحق في الدفاع عن أهل الباطل والمرتدين وأبواقا للأعداء. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويدخل في هذه الآية الإعلام الخبيث وعلماء السوء الذين همهم وديدنهم المجادلة والمخاصمة عن الخونة في تزييف الحقائق وتضليل الشعوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمم ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون لهم وهم لا يشعرون، وهو موت القلب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل. والآن أتحدث عن حكم مناصرة أمريكا وحلفائها على المسلمين المستضعفين في أفغانستان. ونحن نعلم أن الرئيس الأمريكي أعلنها حربا صليبية، والحرب القائمة الآن توحي بذلك ولو لم ينطق بما تكنه نفسه. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: من تولى الكفار ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. وقال العالم ابن حزم رحمه الله تعالى: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. أقول: وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار محبة لدينهم ورضا به، فهذا قول أهل البدع من المرجئة وغيرهم، لأن محبة دين الكفار والرضا به كفر أكبر دون مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، فهذا مناط آخر في الكفر. وقد قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فقوله فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاة الكفار وطاعتهم ومودتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن يتأولون في طاعتهم وموالاتهم، أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهنا حقيقة لا بد أن يفهمها المسلم، وهي أن عداوة الكفار للذين أسلموا وآمنوا عداوة متأصلة، فلا يرضيهم إلا فناء الإسلام والمسلمين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فصفة العداوة أصيلة فيهم، تبدأ من نقطة كراهيتهم للإسلام ذاته مرورا بصدهم عنه، وينتهي بهم الأمر إلى الوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين الدوائر، فهم عندما يتمكنون من المسلمين يفتكون بهم بلا شفقة ولا رحمة، لأن الرحمة لا تعرف إلى قلوبهم سبيلا. والعالم اليوم كله يشاهد حقيقة هذا الأمر في أفغانستان وفلسطين والعراق وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين. والمتتبع للتاريخ القديم والحديث يجد أن عداوة الكفار لم تنقطع عن المسلمين، فخلال القرون الماضية كان النصارى بضع حملات صليبية، وبعد أن توقفت تلك الحملات تلتها حملات استعمارية، فاحتلوا غالب أراضي المسلمين سنين طويلة وأفسدوا فيها. ولما توقفت تلك الحملات الصليبية الحديثة أو الاستعمار كما أسموا ظلما وزورا، بدأت الحملات الأممية تحت مظلة الأمم المتحدة، فضربوا المسلمين في كل مكان وحاصروهم تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، ضربوا العراق وحاصروه أكثر من 10 سنين، هلكوا خلالها الحرث والنسل، والحصار إلى الآن قائم ولا ندري إلى أي مدى ينتهي. وهكذا صنعوا في السودان وليبيا والصومال وأفغانستان، فشردوا الملايين منهم وقتلوا الملايين.
والناظر في واقع العالم والعارف بتاريخ الغرب لا يشك أن الحملة القائمة الآن على أفغانستان تحت غطاء حرب الإرهاب هي في حقيقتها حملة صليبية ضد الإسلام، وقد أنطق الله الرئيس الأمريكي بذلك، وما تخفي صدورهم أكبر، وصرح بذلك رئيس وزراء إيطاليا. وقال الرئيس الروسي النصراني بوتين في آخر اجتماع له أمام دول الكومنولث من عام 1421 إن الأصولية الإسلامية هي الخطر الوحيد الذي يهدد العالم المتحضر اليوم، وهي الخطر الوحيد الذي يهدد نظام الأمن والسلام العالميين. والأصوليون لهم نفوذ ويسعون إلى إقامة دولة موحدة تمتد من الفلبين إلى كوسوفو، وينطلقون من أفغانستان التي تعتبر قاعدة لتحركاتهم. فإذا لم ينهض العالم لمواجهتها فإنها ستحقق أهدافها، وروسيا تحتاج إلى دعم عالمي لمكافحة الأصولية في شمال القوقاز. هذا كلام. ونحن معاشر المسلمين نعيد هؤلاء الكفرة بإذن الله تعالى بالخزي والبوار والانهيار العسكري والاقتصادي، فالله ناصر دينه وكتابه وأولياءه، والوعد من الله بأنه ينصر دينه ورسوله وحزبه المؤمنين ويخزي الكافرين وعد محقق لا محالة. والأوضاع القائمة على الشرك والكفر والتشريع الجاهلي واغتصاب الديار وانتهاك الأعراض والحجر على الأفكار الشريفة لن تدوم مهما تمهدت سبلها وقويت شوكتها وطال مكثها في الأرض. وهذه حقيقة يجب الإيمان بها وبذل الطاقات وراء تحقيقها، والشرط في ذلك أن نقوم بالإسلام ونحرك بالأجساد والقلوب وأن نعمل لله صادقين موقنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالنصر للمؤمنين وعد من الله، وما من شك في تحققه في واقع الحياة، وإن تأخر عن حساب البشر واستبطأوا ذلك فقد خلق الإنسان من عجل. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من طريق صفوان بن مسلم قال: حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. والمبشرات في عودة الإسلام وظهور أهله واتصال حاضرهم بمضيهم كثيرة، وهي متحققة لا محالة بعز عزيز أو بذل ذليل. وما سرى إلى نفوس فئة من المسلمين من اليأس والعجز مما يرون من الحاضر الأليم والتعتيم الإعلامي جهالة لا قرارة لها، فمهما فشت الضلالة واستحكمت الغواية واستشرى الفساد وانتهكت الأعراض فسيبقى الإسلام وتمتد رقعته ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بصدق العلماء وجهود الدعاة ودماء الشهداء، فلا مجال للتخاذل والبطالة والقعود مع الخالفين. الإسلام يتحقق بالجد لا بالهبل، وبالأعمال لا بالآمال، وبالقلوب الصادقة لا النفوس الخائنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. وفي الختام أتوجه بمخاطبة الحاضرين والمسلمين في كل مكان بضرورة مناصرة المسلمين
في حكومة طالبان وفلسطين وشيشان وغير ذلك من بلاد المسلمين والذب عن حرماتهم وأعراضهم، وكل على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاء في الصحيحين أيضا من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا ريب أن المقتول في سبيل الله في جهاد الكفار ومناصرة المؤمنين والدفاع عن بلادهم وحرماتهم ينال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. رواه مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا دليل على أن المقتول في سبيل الله شهيد، ودليل على أن من مات في سبيل الله من المرابطين والمقاتلين بدون قتل فإنه شهيد. وأسأل الله جل وعلا ينصر ديننا ويعلي كلمته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.